السلام عليكم الدراري، هذا هو ثالث فيديو غادي نلوحو ان شاء الله على لاشين ديالي. اليوم غادي نلعبو في واحد اللعبة في بي سي سميتها اكيناتور. هانتوما نشارشو الدراري اليوم واحد جوج ديال الشخصيات اللي راهم معروفين. اول شخصية نشارشو ادم حمريطة، نشوفو واش غادي نعطيو لينا ولا لا. عمر 14 سنة يمكن. اوكي، هل تحترف الشخصية الغناء؟ لا. هل شخصية من الأصول المغربية؟ نعم. هل شخصية تظهر على شاشة التلفزيون؟ لا. هل شخصية لها علاقة بألعاب فيديو؟ نعم. هل شخصية أذكى منك؟ من الممكن. هل شخصية تمتلك كلبا؟ نعم. هل له جلسات غنائية؟ لا. هل شخصية مختصة بتقييم الألعاب؟ نعم. هل شخصية لها لوحة متزلج؟ نعم. ادم حمريطة الدراري هو اللي مشي. هو اش كاين؟ نعم، نعاودو الدراري نشارشيو على شي واحد. نشارشيو الدراري يس بليز، كلشي كيعرفو وبلاتي لا ريس بليس. كما قلت لكم العمر 21 يمكن، ما عرفتش 21. هل شخصية انثى؟ لا. هل شخصية عربية؟ نعم. هل شخصية تظهر على شاشة التلفزيون؟ لا. نعم بالطبع. هل الشخصية لها علاقة؟ لا يا دراري سبليز ما غلطش. أنا لا أعلم. هل الشخصية عبارة عن مجرم؟ لا. عاشت حياة صعبة؟ نعم. هل الشخصية ترتدي سماعات؟ نعم. لا. هل الشخصية لها اسم مضحك؟ لا. كون درنا نعم كانوا غادي يعطيونا سكوزة. فين شخصية حديث قتل؟ لا. تقييم شخصية في دولة شك؟ نعم. تقييم ألعاب فيديو؟ نعم. شخصية تقييم في الدنمارك؟ لا. نعم. هل شخصية ياسين؟ نعم. لا لا صاحبي قلنا لكم والله ايش هو الدراري يس بليز بزاف، والله ايش بزاف. عرفوني انا يس بليز، عرفوا ادم حمريطة مزيان. نعم معلم ابو اكيناتور. يلا الدراري ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله في حلقة جديدة، ولاني حق نسيت ما انساوش ديروا لايك وتابعونا معايا في لاشين ديال اليوتيوب. يلا.